الجهاز الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم حدد يوم 26 مايو الجاري موعد لإعلان قائمة منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن المدير الفني، استعدادا لمباراتي بوركينا فاسو وغينيا المقرر ليهم يوم 6 و10 يونيو في الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026. تعادل نادي الزمالك أمام مودرن فيوتشر بنتيجة 1-1 في المباراة اللي جمعتهم على ملعب المقاولين العرب ضمن منافسات الجولة 24 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز. بالنتيجة دي بيحتل الزمالك المركز 13 في جدول مسابقة الدوري برصيد 25 نقطة، بينما مودرن فيوتشر بيبقى في المركز التاسع في جدول مسابقة الدوري برصيد 31 نقطة. عمر جابر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك حصد جائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام مودرن فيوتشر واللي أقيمت في مسابقة الدوري الممتاز. فريق الكرة بالنادي الأهلي خاض مرانه الرئيسي على الملعب الفارق لاستاد القاهرة ضمن استعدادات الفريق لمباراة الترجي في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا. مارسيل كولر المدير الفني الأهلي عقد جلسة مع لاعبي الفريق قبل المران واتكلم معهم عن المباراة المرتقبة وطبعا طالبهم بالتركيز ووجه بعض التعليمات الخاصة لكل لاعب من أجل تنفيذها. الشركة المتحدة للرياضة نجحت في الحصول على حق مصر في استضافة العديد من البطولات العالمية لكرة اليد الفترة اللي جاية، منها طبعا بطولة كأس العالم تحت 23 سنة رجال 2025 وبطولة كأس العالم للقارات 2025 وبطولة العالم للأندية 2024. منتخب الرجال للكرة الطائرة الشاطئية فاز على الفلبين بنتيجة 2-0 في الدور التمهيدي من الجولة العالمية لمحترفي الكرة الطائرة الشاطئية وده في إيطاليا. نادي مانشستر سيتي الإنجليزي أعلن عن تجديد عقد حارسه المخضرم سكوت كارسون لمدة موسم واحد ليواصل مسيرته مع الفريق حتى عام 2025. أما فريق أتلانتا فتلقى استقبال مميز من جماهيره لحظة عودته إلى إيطاليا بعد تتويجه بلقب الدوري الأوروبي للمرة الأولى في تاريخه على حساب فريق باير ليفركوزن الألماني. نادي وستام يونايتد الإنجليزي أعلن بشكل رسمي تعاقده مع المدرب الإسباني جولين لوبيتيجي المدير الفني لفريق ريال مدريد الأسبق لقيادة الهامرز خلال الفترة المقبلة. كده وصلنا لختام نشرتنا الرياضية، هنرجع مرة تانية لمحمد وبسنت لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر.